هذاك علاش نقول التوانسة تحروا من الخوف. هل تدعو إلى تأخير الانتخابات؟ أنا جيك السجين الحقيقي. لحظة خلي يكمل معاش وقت. هو سجين الخوف زهير. السجين الحقيقي هو سجين الخوف. رأوا الأحرار لا يمكن سجنهم. حتى من داخل السجون هم أكثر حرية من سجنيهم. وذاك علاش نهار 13 سبتمبر أدعو المواطنين إلى المشاركة في مسيرة مواطنية سلمية معناها بطريقة حضارية اللي باش نقولوا للسلطة الحاكمة لا للمس بالحقوق والحريات ولا للاستبداد. يوم 13 سبتمبر هذه تدعي لها الشبكة التونسية للحقوق والحريات فيها أحزاب فيها منظمات معناها عريقة فيها جمعيات وربما يلتحقوا بها عديد الأطراف الأخرى. يوم 13 سبتمبر انطلاقا من الساعة 5 مساء من الباساج الى شارع الحرية يجاو عبروا بلاش خوف احنا ما نخافوش واحنا نقولوا ونتحملوا مسؤوليتنا في نطاق القانون بطريقة سلمية وهذا يكفلونا.